غاية الأهمية، لأن طول ما إحنا يعني المفروض بس مسؤولية الدولية إن إحنا نحافظ على الدونر. يعني كونسبت إن إيه مالوش إلا الدونر عندي أزمة كبيرة، هو عرض الدونر بالهازارد عشان السيكل ديسيفن الكلام ده. فالدكتور أيمن حاول الدونر، هو راجل إكسبيرت في موضوع الدونر إيفالويشن وكسبت الدكتوراه بتاعته على الدونر إيفالويشن بوست دونيشن. هو كان فهو إيه هيبقى أسئلة بعد ما يخلص إن شاء الله. اتفضل. في الأول أحب أشكر الدكتور حسين على يعني تشريفي إن أنا أقول يعني محاضرة في الكورس الكبير ده، وبشكر أساتذة المحاضرين إن هم يدوني الفرصة. أولاً موضوع الدونر إيفالويشن فور رينال ترانسبلانتيشن وتوقيته اللي جاي بعد ريسيبينت إيفالويشن له أهمية، هو بس توقيته في آخر الكورس هو اللي يعني صعب شوية. كيدني ترانسبلانتيشن زي ما دكتور محمد قال بتنقسم لكادافيريك والليفنج، والليفنج ريليتد وان ريليتد. في 1954 كان اول كيدني ترانسبلانتيشن واستخدموا دونر ايدنتيكال توين اوف ذا ريسيب، يعني عشان ما نستخدمش اي ادويه مناعه في التوقيت ده. بعد كده ليفنج كيدني دونيشن استمرت للاعتقاد ان هي ما بتضرش المتبرع. بعد كده كلمة الاعتقاد يعني فيها شك، اصل انت ايه لو معرفش في الاخر انت بتقولها جود فيت بليف، يعني ان احنا يعني هل هي تضر ولا ما تضرش اصلا في ايه؟ اه بالظبط كده، كان الاعتقاد السائد في التوقيت ده كده. في اوائل الثمانينات ما تضرش، في اوائل الثمانينات كان في اكسبيرمنتال ريبورت على هايبر فلتريشن اند افتر يونيفريكتومي، ودي خوفت الناس في التوقيت ده من يعني ان ليفنج كيدني دونيشن هتؤدي لبروتينوريا هايبرتنشن اند جلوميرولر سكليروز. الكلام ده ما ثبتش في الهيومن ستادس، وبعد كده الكيدني دونيشن بدات تكتر وتستمر. صلح لك المعلومه. يعني نقطة كده أقولها في التوقيت ده، إن يعني في الحرب العالمية الثانية هم لقوا شوية عملوا يورينفريكتوم نتيجة تروما. بعد 45 سنة من اليورينفريكتوم ده خدوا زي أوتوبسي بعد ما العسكريين دول ماتوا، ما لقوش فيها أي significant difference عن الكنترول اللي بتاخده في نفس التوقيت وعاشوا بتوكيدنز، فده يعني طمنتنا شوية. الحماسه الليفنج كيدني دونيشن زي ما قلنا قلت، نيجي الموضوع من البرايمري جول اوف دونر ايفالويشن بروسيس از تو انشور ذا سوتابيلتي سيفتي اند ويل بينج اوف ذا دونر. لازم الدونر ده يبقى يعني كومبليتلي ويل بينج. This important identification of contraindication هو موضوع المحاضره كله هيدور حول ان انا بدور له على سبب ارفض او بدور له على كونتر انديكيشن. هو يعني الريسيبينت انا قابله على اي يعني اي مشكله فيه، واذا ما قلت كده اتش سي في بوزيتيف هزرع له انترفيرون استجاب ما استجابش انا زرع له، انما المتبرع لا، ده واحد جاي يعني متبرع وسيلكتيف والامور ماهيش مزنوق لها. يعني الانفستيجيشن اللي بعملها في لوجيكال كونسيكونس، يعني بستخدم النون انفيزيف الاول واقعد استمر معايا، هو ماشي معايا واحده واحده كويس، هقدر في الاخر اعمل له الانفيزيف ماموفر، يعني زي السي تي ان جي انفيزيف ماموفر اعرضه الضاي واعرضه لحاجه اكبر اكون انا مقابليها محضره ان انا قابل النون انفيزيف الاول ماموفر اللي انا عاملها. سو بوتنشال دونر از بروتكتد from invasive procedures such as angiogram until there is a reasonable certainty of the donor will proceed. ده ترانسبلانت شيت بيتكون من ريسيبيانت والدونر، والدونر اللي تحت دي زي ما حضراتكم شايفين اولها هيستوري، فاهم ايه من ايج و 6 دي الهيستوري بتاع البطن بتاعنا البسيط ده، وبعدين يعقبها لاب انفستيجيشن ويليها راديولوجي، واخر حاجه في الراديولوجي لو صراحه هو سي تي اي ورينوجرام. يعني هو الدونر ايفالويشن في اربع خطوات رئيسيين، فيه الاي بي او بلاد جروبنج اند كروس ماتش، كومبليت ميديكال اسيسمنت،
زين اسسمنت اوف رينال فانكشن زين اسسمنت اوف رينال اناتومي اند فاسكوليتشر. وهو يعني في اتفاق كبير على معظم السكرينج تيست اللي احنا هنقولها دلوقتي. البلاد جروبنج اي بي او بلاد جروبنج زي البلاد ترانسفيوجن بالضبط ما عدا ما هيش مهمه لانها مش موجوده على الكيدني تيشو. فممكن البوست بيدي النيجاتيف يعني دونر بوست بيدي الار اتش نيجاتيف. واليابانيين بيزرعوا الكومبيتابل بلاد ترانسفيوجن على يعني ريجاردلس البلاد جروب. احنا لسه هنا ما توجهناش لهذه النقطه. تاني حاجه الكروس ماتش والتيشو تايبنج حتى في سنترز ما بتعملش التيشو تايبنج. يبقى اهم نقطه في الـ في الـ في البريباريشن بتاع الدونر والميديكال اسيستنت هي الهيستوري. الهيستوري ده انا هساله على شويه حاجات زي الايدج. الايدج زي ما كان الدكتور بيسال انا اخ ويعني اخ وجايب معايا انا اخ بين الريسيبيانت يعني على دايرسيس وجايب معايا اخويا وجايب معايا فاذر ومذر الاثنين ويعني الاب والام والاخ اللي معايا الايدج بتاعهم يسمح بالدونيشن. ايه راي حضرتك اختار مين فيهم؟ هم الثلاثة سوتابل من البداية من أول لقاء. حضرتك هتختار مين؟ كلهم كلينيكال كويسين. لا مبدئيا كده مفيش هيستوري اوف دايبيتس أو هايبرتنشن. ده أول ديجري كده دكتور خالد. الأب بالظبط كده أنا بختار الأم. الأبوهم هم يعني إيه الأساس في الدونيشن. طيب نقول بس مفيش مش عشان التيشو طيب سوري لا مش عشان التيشو طيب كويسين. هم كلهم كويسين بس هو الريسك بعد كده أنت حضرتك هتسيب متبرع بكدني واحده يعني انت تعمل هتسيبه بيوني فريكتو العيان اللي ماشي بكليه واحده ده تسيب اخوه بكليه واحده ولا تسيب ابوه بكليه واحده؟ هو الاب والام هم اللي يتسابوا احسن يعني بختار الايدج الاعلى مش الايدج بقى فتره ده حتى لو الاخوان واخوك كده كده قاعد هذا حضرتك على فكره استراتيجي ان انت تسيبه ريزيرف في السعوديه والامارات واليمن بيبقى ده فكرهم فعلا ده كلام وكان مع الشركات الاعلى سمع حضرتك. وبعدين حتى لو الاثنين اخوات قدامي دلوقتي انا لسه هبتدي اختار فيهم بختار الاكبر سعر. يبقى ده الهيستوري الايج مهم خالص. السبيشال هابت مهم كرونيك قلب ده الاثنين اخوات هشوف التيشو تايب. نعم ما اعرفش ايه ده كنت بتاعه. نعم ايوه لا اصل نقول لي هاخد الاعلى سنه. لا ده انا بتكلم على الايج بس الايج بس في اول لقاء. يبقى عندنا اللي انا بتكلم في الهيستوري عامه حاليا واهميه الهيستوري الايج والسبيشال هابت هيستوري اوف دايابيتس وهايبرتنشن. وفي حاله مش تمننا بعد ما عدينا شويه من التحضير واحنا بنقيس ضغطه يعني قريب كده من كام اسبوع قال ده انا ماشي على فري انت هايبرتنشن. بعد ما كنا بدانا معاه طبعا انت هايبرتنشن دي كانت مش تمننا من زحمه الشغل يعني ان هو الهيستوري مهم جدا. بس هايبرتنشن بير سيلف از نوت كونتر انديكيشن تمام. انا قصدك على فري دراجز. ايوه ماشي هو هيعتبر مارجنال ده هو يعني الهيستوري مهمه جدا. فاميلي هيستوري اوف دايابيتس مهمه كمان. فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن مهمه. فاميلي هيستوري اوف كيدني ديزيز برضه مهم وخصوصا ان احنا ماشيين في ريليتد دونرز او الاساس فينا ريليتد دونرز فبندقق معاه شويه. يجي بعد يعني نقطه الهيستوري كلينيكال اكزامينيشن. كلينيكال اكزامينيشن للدونر يعني المفروض ان هو يبقى كاجوال اكزامينيشن يعني فورمال كلينيكال اكزامينيشن. بعمل ستريس على البلاد بريشر وبعمل ستريس على البودي ماس برضه انا بدور له بتلكك له على كونتر انديكيشن فانا بشوف ضغطه كويس بشوف البودي ماس اندكس وهيجي اهميه الكلام ده قدام. ببتدي بعد النقطه دي بعمل لاب ايفالويشن بعمل يورين اناليسيس اشوف فيه بروتين اشوف فيه ار بي سيز بعمل يورين كالتشرز عاديه يورين تي بي بي سي ار وزين نيلسون بعمل بايو كيمستري بعمل هيماتولوجي بعمل فيتولوجي. بعد كده بيجي اهميه ان اعمل اي سي جي وايكو كارديوجرافي. دكتور احمد جابر كان بيتكلم على الايكو كارديوجرافي في ريسيبيان. انا قصدت ان انا احط الايكو كارديوجرافي في الدونر برضه من حوالي 10 ايام كده. كان عندنا دونر 63 سنه بتبرع لابنه
مره واحده دخل في نمونيا او في باتش موجوده وفي برد 38.5. طب ده ريزيستنت للانتي بايوتيك، طب نعمل ايكو. يعني بالصدفه انا اللي بعمل ايكو بايديا لقيت فيه بالمونر هايبرتنشن. طب ده معاه بالمونر امبوليزم ولا ما معهوش؟ فضلنا في ديبيت شويه. الراجل دخل في بليدنج بيبتيك ألسر، فيعني طب نعمل سي تي انشوف كراتين 1.72 ولا ندي بالين ولا ما نديش. فدورنا مع يعني احنا حاسبنا نفسنا ان احنا ما عملناش ايكو بي ترانسبلانتيشن يعني ري دونيشن. لو كان عمل ايكو كان ده بيزل بالمونر هايبرتنشن ما كنتش قلقت ولا كنت دخلت في الديبيت ده. فتيجي اهميه الايكو، الايكو للدونر براير سيرجري. طبعا اي سي جي هو طبعا النون سنتيف في حالات الاي في اتش، بس هيديني فكره عن الاي سي جي. هو اساس ذا بيشنت على المستوى السايكولوجيكال ولا ايه؟ اه تمام يا فندم. ده في 3 4 سلايد جايين. طيب ثانك يو فيري ماتش. حضرتك اليورين اناليسيز العادي اشوف البروتينوريا وار بي سيز 24 اور يورين كولكشن لبروتين بجرام بير دي. يورين بروتين كرياتين ريشيو في بعض السنسر بتعمل السبوت يورين بروتين كرياتين ريشيو تعتمد عليه. بعمل كل لاب بايو كيمستري سيرم كرياتين و كالكوليت كيميكال كليرانس كرياتين كليرانس يوريك اسيد فاستنج تو اور بوست بلاندر. وفي سيليكتد كيسز بعملها اورال جلوكوز تولرانس تيست، كنت بشوفها كتيره حقيقه الحالات اللي زي كده. بعمل كومبليت ليفل بروفايل في كوليسترول وال دي ال واتش دي ال وترانجل سترايدز وبرده كل حاجه ولها اهميه. بعمل ليفر فانكشن تيست بالروبن وكومبليت ليفر فانكشن. بعمل سيرم الكترولايت واعمل ستريس على الكالسيوم والفوسفور. بعمل هيماتولوجيكال اسيسمنت، بعمل سي دي سي وبعمل بروثرومبين تايم كونسنتريشن. بعمل فيرولوجيكال اسيسمنت زي بتاع الريسيبيانت بالظبط. بعمل اتش سي في انتي بودي والهباتيتس بي سيرفيس انتيجين اتش اي بي انتي بودي ونشوف. تروح عشان تبص بقى ليه في السي انتي بودي؟ قال لك السي انتي بودي ده بعتبره بوست. نظام 21 جنريشن من الالايزا الجديده بتوع حسين لها سنستيف عالي بتقترب من 100%. هو متفق معانا في القصه بالظبط. يعني لا لا بس ده صعب. هو ما افتكرش ان في حاله كنا عملناها انت باطل طلع بوست موجوده حاليا من الجينيريشن بتاع الايزا ما فيش فيها. هنخش بعد كده على الرادولوجيكال اسيسمنت. بعمل الترا ساوند، معلش انا يعني ساوند بس ما اتكتبتش. بعمل نون كونتراست سبايرال سي تي، دي بتوضح يعني وجود ستون كيدني ديزيز. بس بعمل سي تي انجو. السي انجو ده بيرسم الفيسلز ويشوف اليورولوجي بتاع اليورولوجيكال كونفيجريشن بتاع الكيدنس. لو ما فيش سي تي انجو بعمل ام ار. هو يعني حاليا احنا عدنا بنستعيض عن الام ار انجو بالسي تي انجو اللي هو ادق. وفاينالي بشوف الفانكشن بتاع التو كيدنس بالرينوجرام. دي صوره فيها يعني صورتين للرينوجرام. لو تلاحظوا يعني ليفت كيدني باللون الفسفور الاخضر ده والرايت كيدني بالاحمر، مفيش فرق كتير بين التو كيدنز. في الحاله دي باخد ايا فيهم يعني اخد يمين او شمال. انما الصوره على اليمين دي في فرق تقريبا ازيد من 10 مللي. لما يبقى في فرق زي كده انا باخد الكيدني الاقل، باخدها هارفستنج يعني بعمل النفريكتومي على الناحيه الاقل. دي صوره للانجيو ودي دي سنجل ارترز بايلاترال رايت ليفت سنجل. الصوره اللي الناحيه الثانيه فيها دبل فيزل. هو بالنسبه للتكنيكال في الجراحين يحب ياخد السنجل، هتبقى زرعه واحده بس ويعني عشان ما يعملناش مشاكل. برضو هي السنجل اللي جي فار بتاعها يعني كومبارابل او اقل يبقى هي ديت اللي بتفرق. نيجي للاكسكلوجن كرايتيريا فور دونيشن، ان يكون في هايبر تنشن اور دايابيتس. وهايبر تنشن المايلد هايبر تنشن ما هوش كونتر اندكيشن، ما هوش ابسولوت يعني. البريجننسي او اللاكتيشن ده ما اقدرش ازرع في الفتره دي. بوست سيرولوجي سي او جي او اتش اي في برضه ما ازرعش. سيجنيفيكانت ليفر ديزيز دي كومبنسيتد ليفر ديزيز او سيروز دي ابسولوت تقريبا اللي هو السي والبي والاتش اي في. ايوه يعني لو انا عندي دونر اتش سي في بوستر وهيدي للريسيبيانت اتش سي في بوستر. ايه راي حضرتك؟
لا ما هو ده سي وده سي برضه يبقى السترين بتاع ده السترين بتاع ده بالظبط حضرتك. احنا عندنا كام في مصر كله سترين واحده ما احناش في انجلترا بس مش مضمون برضه يا دكتور بس مش مضمون. احنا في المنصوره ما بنعترفش بالسي بوست دولار والا لكن الامريكان 6% من اللايف دولار عندهم سي بوست وبيبقوا اساين للسي بوست ما بتدورش بقى سترين تاني ولا سترين تاني زي ما تروح تقول احتمال تكون فعلا كل زي سيم سترين فهم بيقبلوا السي بوست في امريكا احنا ما بنقولوش في المنصوره بعض الناس في القاهره بيقولوا هي كل ده يعني ايه بس السي بوست بره تريدبل عن هنا ما هي ده الفرق ان احنا طب يا حضرتك هو لو سي بوست ابو عليك تيه يدي ولا ما يديش؟ ما يديش برضه ممكن ما يديش عملناها مره في متبرع فلسطيني وعالجناه وبقى نيجي تبويت بره على طول. كرنت هيستوري كرنت اور هيستوري اوف مالينت برضه ده كونتر اندكيشن اكتف سيستمك اور فلايت ميجور انفيشن ايكتانس اوف لونج انفلتريت كابيتيشنز او كونسلتيشن معلش انا المالجنسي هنا سي كارسينوما بمواصفات معينه خاصه في وعملوا حالات ده كان هيبقى سكر كده يشيل الكدني فيبص على يعني في بعض الناس عندها تيومر في الكدني ويعمل فيقول لك بدل ما اجنيه فانا ممكن استفيد منه في الكادونر يعني فبقالوا عاملين له كرايتيريا انا لو قلنا الفكر مش هقبل يا باشا فبيجيب واحد 76 سنه يديله الكليه دي وخلصها عشان يخلصوا عليه سبجكت ويز سكريننج بيز لاين هيموجلوبين بيز لاين 11 جرام بير ديسيليتر وايت بلاد سيلز ليس ذان اور ايكوال تو 2000 بليتليت ليس ذان 100 فاستنج تريجليسرايد مور ذان اور ايكوال تو 400 and finally fasting total cholesterol more than or equal to 300. في حالات بيبقى فيها debate اللي هي relative contraindication زي hysterectomy يعني عيان عامل ASWL من 3-4 سنين كانت COVID وحاليا السيتي بتاعه free يقبل ده برضو يعني هي center dependence مش كل السنترز بتقبل ومش كل السنترز بتقبل سيبا باستخدام فورم منزلها لك criteria specific يعني لو اتعملت لا تمام هيجي لها سلايد برضه دكتور حسين اكتف فيتيك اكثر يورولوجيك ابنورمالتي زي مالتيبل رينال ديسيت موربيد اوبيس موست كومنلي ديفايند از بودي ماس اندكس جريتر ذان 35 كيلو جرام بير سكوير متر برضه ديت ريليتيف ايج جريتر ذان 65 اور ليس ذان 18 years strong family history of diabetes or hypertension, family history of renal cell carcinoma, ABO, HLA, mortality. يعني strong family history of diabetes. ما strong يعني أصدق. يعني father و mother diabetic. وأنا وأخويا يعني هنوبا رسيبي أنت ودوما. حقيقة حقيقة يعني الواحد بيعملون برد بالكوسترا. Potential donor with a family history of diabetes should be evaluated for this disorder. Some center also evaluate those with an elevated fasting glucose or a history of gestational diabetes. The exclusion criteria based on the fasting blood sugar or oral glucose tolerance varies by transplant center. They have different from center to center. Obtaining a hemoglobin A1C or a formal glucose tolerance system may also be used to assist the presence for a risk for diabetes. السكيمة دي الحقيقة برضو انا يعني مشفتهاش من زمان شفتها قريب بس هي بتعتمد على oral glucose tolerance test ان الفاستنج blood sugar اقل من 100 والglucose tolerance اقل من 140 هبروسيد فور ترانسبلانتيشن. فاستنج ازيد من 126 او glucose tolerance test ازيد من 140 هستبعد الدونر. طب ما لو هو بين البنين بقى يعني الفاستنج بتاعه عالي المية كويس بس هو امبيرد والكوست تولرانس هبروسيد فور دونيشن بس الريسك بتاع الدايابيتس هيوصل ل 19 بس في الدونر في الدونر فاستنج بلاد شوجر بتوين 100 اند 110 وذ نورمال والكوست تولرانس هبروسيد برضه بس الريسك بتاعي هيوصل ل 9%. لو امبيرد والكوست تولرانس